الشريف كذا كما قلت يمثل واحدا من القلاع الأمامية الصامدة في الدفاع عن القصيدة العربية بشكلها الكلاسيكي وبكل المقاييس الكلاسيكية للقصيدة العربية، ويعتبر أن الدفاع عن القصيدة الكلاسيكية هو جزء من الدفاع عن العروبة وعن القومية وعن كل ما يمثل فخر ورفعة وعلو التراث العربي. كما قلت هذا يطرح عدة أسئلة إشكالية، ورهان هذا المساء هو رهان يتعلق أساسا بما إذا كان شريف طريبق سوف يتقدم بنا أكثر نحو الاقتناع بسدالة هذا الرهان. كما تعلمون وبالإضافة إلى أعماله الشعرية له أعمال تهم الجانب التاريخي، فبعد كتابته لديوان إعدام البراعة سنة 2001 والديوان الثاني سنابل وأعاصير والديوان الثالث ترانيم الشجن كتب كذلك كتابا مهما، كتابا يهم تاريخ المغربي وبالأساس تاريخ منطقة إقليم العرائش مدينة العرائش بالخصوص، وهو كتاب معركة استرجاع مدينة العرائش في عهد مولاي إسماعيل وتداعياتها التاريخية والأدبية من منشورات المجلس العلمي المحلي لمدينة العرائش. وله قيل الطبع الآن كتاب حول الحركة الوطنية والتعليم الحر، الحركة الوطنية والتعليم الحر، يعني الكتاب يتناول منطقة تفصيلية دقيقة في العلاقة بين الحركة الوطنية كحركة سياسية وبين التعلم إبان عهد الحماية، وهذا موضوع يعني فيه كثير من الجزئيات والتفاصيل، والكتاب مفيد في هذا الجانب. وهذا يعكس من جانب آخر أن السي محمد مصطفى الشيخ طريبق بالإضافة إلى نزوعه القوي نحو الدفاع عن القصيدة العربية فهو كذلك يجمع في ذاته ذلك الرجل الوطني الذي يأبى إلا أن يتشبث بتاريخ المنطقة على مستوى السياسي وعلى مستوى الديني وعلى مستوى الاجتماعي وعلى مستوى التاريخ الدفاع عن مقومات التاريخ التاريخ المغربي وتاريخ المنطقة المحلية. هذه مجرد نقاط بسيطة في فضاء التجربة الشعرية للشريف طريبق. في الحقيقة كنا ونحن أطفال بمدينة القصر الكبير نحس بالفخر حينما كنا ننتقل إلى المركز الثقافي وإلى مواقع أخرى يتم فيها إلقاء القصيدة العمودية، وكنا نعيش تلك المبارزة الشعرية الشريفة التي كانت تجري بينه وبين شعراء آخرين رحمه الله كالشاعر العفيف العرائشي والشاعر الصادق الشاوي، وكذلك كنا نراقبه من بعيد. ولي الشرف الآن أن أجلس أمامه بعدما كنت أتهيب من رؤيته من بعيد وهو يجالس الشاعر محمد الخمار بن نوني رائد القصيدة الحديثة. لقد عايش السي مصطفى الشريف طريبق كل هذه التجارب وكل هذه الأسماء الكبيرة، وسأعطيه الآن الكلمة لنستمع بعد ذلك إلى بعض قصائده في هذا المساء. إذن ما نراهن عليه هو أن هذه الأمسية تعيد طرح السؤال حول مكرمة جنس الأدب لنا وموته بشكل نهائي. هذه أصبحت مسلمة، ولكن لقاء مع السي مصطفى طريبق يعيد وضع هذه المسلمة موضع الشك وموضع التساؤل. هذا هو المهم، يعني ممكن من خلال هذا من خلال هذه الأمسية أن نخرج من هنا ونحن نتساءل مقاس أخرى، هل فعلا إن قارنت القصيدة العمودية وأخلت مكانها لصالح القصائد بكل أشكالها الجديدة، أم أنها لا زالت قادرة حتى على تجاوز القصيدة الجديدة؟ هذا أظن أنها شيء مفيد إذا فرجنا بهذا السؤال ونحن نطرحه ونعيده ونفكر فيه
ربما نكون قد ساهمنا أو نساهم في تطوير يعني فهمنا للشعر. أو متعبر عنه، ودائما تتجاوب عواطفي مع هذه المدينة العزيزة، وأنظم بعض الأبيات، وهناك أبيات وبعض القصائد في هذه المدينة العزيزة، وأفكر في إصدار ديوان شعري حول مدينتي العريش. وفي هذا الإطار اهتزاز المشاعر لهذه المدينة العزيزة، نظمت قصيدة أرجو أن تسمعوها ولكم النظر الواسع. أنا في الحقيقة أشبه نفسي بحافظ إبراهيم في علاقته بلبنان، بمدينة شآن. فحافظ إبراهيم رغم أنه كان منشغلاً بأشعار وبالنظم وبالتجوال، فإنه كان منشغلاً بالشام وله فيها قصائد كثيرة. أنا مثل حافظ إبراهيم في علاقتي ومحبتي بالعرائش، لأنها مهد دراستي وموئل أشقائي وأحبابي، فكيف لا أحبها؟ وموئل أناس طيبين وأشخاص يبذلون الخير من أجل الإنسانية ومن أجل التآخي ومن أجل الوفاء. فمدينة العرائش صندوق من الأسرار يجب أن يبحث فيه كل إنسان ليدرك حقيقة هذه المدينة. هذه بعض أبيات تحت عنوان هوى العرائش. أحب وكل قلبي للعرائش، لغير هوى العرائش لا أعايش، فلا يعطى لي الإلهام، فلا يعطي لي الإلهام إلا تذكرها ولو في البعد طائش، فلا أنسى العرائش، فلا أنسى العرائش في حياتي. وهل ينسى امرؤ ما قد يعايش؟ وهل أنسى العرائش وهي للقلب مجلبة؟ وهل أنسى العرائش وهي للقلب مجلبة الأماني والمعايش؟ بها أخوي فيها يلقيان كما يلقى مياه الشرب عاطش، بها أخوي فيها يلقيان كما يلقى مياه الشرب عاطش، بها مهد الدراسة في حياتي، ودا ما ليس ينسى في العرائش، وكم فوق العرائش من كرام، وكم فوق العرائش من كرام مدى التاريخ قد عرف أشاوش، وكم فوق العرائش من كرام مدى التاريخ قد عرف أشاوش، كأن فضائل الدنيا وخير الذي في الكون تحضره العرائش، كأن فضائل الدنيا وخير الذي في الكون تحضره العرائش. فإن سلمت لنا
فإن سلمت لنا أرض العرائش سلمنا والمحابطش الوباطش وقدما وقدما جاء من ينوي أذاها وقدما جاء من ينوي أذاها فضاع وسلم الله العرائش وقدما جاء من ينوي أذاها فضاع وسلم الله العرائش ومن في الناس يسعى للبرايا ويحيا بيننا رائش راش ورائش وقدما جاء من ينوي أذاها فضاع وسلم الله العرائش ومن في الناس يسعى للبرايا ويحيا بيننا راش ورائش فلا يلقى له في الدنيا فلا يلقى له في هذه الأرض عيشا بل يعيش الدهر فاحش ولا يرتاح بين الناس إلا بشر دائم كالذئب ناهش ألا فليرعى ربي وليدن في سلام دائم أرض العرائش التي يعيشها الإنسان في الزمن المعاصر بكل مستجداته التكنولوجية بكل مستجداته التي جعلت من الإنسان ورقة ضائعة في مهب رياح التحولات الزمنية والاجتماعية. أقول ربما أن هذا هو المنطلق السائد الذي اعتمده النقاد في الدفاع على القصيدة الجديدة سواء كانت قصيدة النثر أو قصيدة تفعيلة ضدا على القصيدة الكلاسيكية. لكن الشاعر سي مصطفى الشيخ رضا يصر وانطلاقا من طلاعه الكبير على كسابات الشاعر حافظ ابراهيم يقول الشاعر كما اورده في مقدمته حافظ ابراهيم يقول والشعر ان لم يكن ذكرى وعاطفه او حكمه فهو تقطيع واوزان يورد سي مصطفى هذا البيت الشعري لحافظ ابراهيم في سياق الدفاع عن القصيده الكلاسيكيه والملاحظ هو ان هذا البيت لحافظ ابراهيم يركز على ثلاث نقاط على الذكرى والعاطفه والحكمه وحينما نتحدث عن هذه المستويات الذكرى والعاطفه والحكمه يعني نتحدث عن رؤيه معينه يعني ان حافظ ابراهيم يعتبر ان وظيفه الشعر هي تقديم حكمه تقديم ذكرى تقديم عاطفه تقديم انفعالات داخليه للانسان بمعنى انه لا يحصر القصيده العموديه في الاغراض الكلاسيكيه المتعارف عليها في شعر المديح او الهجاء او الرثاء او النقائب وانما يوسع مساحه الوظيفه التي يمكن ان تتبناها القصيده العموديه ليفتحها على مجال العاطفة وعلى مجال الذكرى بفهمها الفلسفي كما هو وارد عند بيركسون وعند مجموعة من الفلاسفة ويوسعها على مساحة الحكمة باعتبارها رقية للعالم والقصيدة الجديدة في الحقيقة تعتبر تميزها قائم ونابع من رؤيتها للعالم ضدا على القصيدة القديمة التي يعتبرونها أنها مجرد صورة أنها تدافع عن الصورة الشعرية وليس عن الرؤية لكن قول حافظ إبراهيم هنا يبين على أن المساحة التي يمكن أن تشغلها القصيدة الكلاسيكية هي مساحة أوسع من الأغراض الشعرية كما كانت سابقا ربما أنا لا أدري برأيي ولكن ربما إذا رجعنا إلى شعر المعلقات قصائد المعلقات خاصة مع زهير بن أبي سلمى يتبين لنا أن القصيدة لم تكن فقط تدافع عن الصورة كما رسمها المتنبي أو كما رسمها أبو تلمان أو البحثوري بل إذا حين نقرأ زهير بن أبي سلمى نجد أن هناك حكمة عميقة منبثقة من فلسفته للعالم 13 فبراير 2012 من تنظيم جمعية محترف الكتاب وجمعية الجماعة الحضرية وجمعية نادي الكتاب والمديرية الجهوية للثقافة فيسرني أن أتلوها
الرسائل اللي يقوم أقرأها عنكم. أرضنا الصحراء يسير بنا الهوى، يسير بنا الهوى ولنا يقود إلى الصحراء يلقانا النشيد. نعانق أهلها نشتم فيهم عبيرا عبيرا خلفته لنا يهود. نعانق أهلها نشتم فيها عبيرا خلفته لنا يهود، وتسبقنا لها منا وتعلو زغاريد بها الدنيا تجود، وتغنون المباهج والأماني ومنا فوقها فرشت خدود. هواها هواها في القلوب تضاعف اليوم ليس عليه في الدنيا مزيد. غدا غدا ينسابك الدم في الحنايا فليس يزول ما دام الوجود، فإنه حب صب مستهام، وما للصب في حب صدود. لنا الصحراء دين واعتقاد، لنا الصحراء سؤددنا العتيد. بها تاريخنا عنوان مجد تسامى، فهو في الدنيا خلود. هواها في مشاعرنا عظيم، هواها أمنا والعمر عيد. نراها فتنة الدنيا بهاها، يمد الصبح فهو به جديد. تلألأ فوقها الإشراق والنور فالآفاق صبح والنجود. بها قد ضمن الحب الذي عمقه الإيمان والهدى الرشيد. تنادينا كما قد نادت الأم أبناءها، فمعهم الصعود. فجئناها بشوق لا يدانى لنلقى في حماها ما نريد. فما يوما لنا عنها سلوم، وما عنها تباعدنا حدود. ففي الأحناء منا حبها، في مشاعرنا يقول ويزيد. لنا عادت وعاد بها رجانا، وفي عود لها العيش الحميد. وما كلنا نهفو ومنا كلنا تهفو قلوب إليها، وهي مطمحنا السعيد. فما هي إلا حب صار ينمو ويكبر وهو في الدنيا وحيد. أطارت في المشاعر كل عطف، فكل حياتنا عنها السهود. هواها ليس يفتر بل نراه تناما في القلوب، غدا يزيد. نراها دائما حبا جديدا، لا نفدي ومن أغلى نجود. لنا تبدو على مر الليالي كما يبدو لنا الفجر الوليد. فما تهف منا ومنا الحب أسمى، ومنا العهد يقوى يزيد. ونحن جميعنا من أجلها نبذل الأعمال تقوى والجهود. فكم فيها أقمنا من مساعي، بها سيطولها حتما صعود. وترقى
في الأعالي وهي منا ومنا نحن والدنيا نشيد وشعب المغرب الأقصى يباهي بعودها ونحن لها جنود ونهل فوقها ولمن يعادي على مر الزمان له نكيد وما منا لها إلا البنا والعقيدة للأمام لنا تعود ونحن وشعبها ونحن وشعبها نحيا على عهد ربي مثل ما كان الجدود وما يحلو لنا عيش سوى بالبقاء بها ودا إرث وعيد سلوا وحاتها سلوا إذا شئتم كتبانها كي تستفيدوا فما كانت سوى من مغرب قد رعاها الأهل قدما والجدود أراد المغردون بكل زيف وزور أراد المغردون بكل زيف وزور بات منهم لا يفيد بأن نحيا وليس لنا بها من وصال بيننا دوما يزيد فأية حسة أي افتراء يريد ويدعيه لنا حسود فنحن الجسم والصحراء روح ودون الروح ليس لنا وجود أو أعبر عنه ودائما تتجاوب عواطفي مع هذه المدينة العزيزة وأنظم بعض الأبيات وهناك أبيات وبعض القصائد في هذه المدينة العزيزة وأفكر في إصدار ديوان شعري حول مدينة العرش وفي هذا الإطار اهتزاز المشاعر لهذه المدينة العزيزة نظمت قصيدة أرجو أن تسمعوها ولكم النظر الواسع أنا في الحقيقة أشبه نفسي بحافظ إبراهيم في علاقته بلبنان بمدينة شآن فحافظ إبراهيم رغم أنه كان منشغلا بأشعار وبالنظم وبالتجوال فإنه كان منشغلا بالشام ولو فيها قصائد كثيرة أنا مثل حافظ إبراهيم في علاقتي ومحبتي للعرائش لأنها مهد دراستي وموئل أشقائي وأحبابي فكيف لا أحبها وموئل أناس طيبين وأشخاص يبذلون الخير من أجل الإنسانية ومن أجل التآخي ومن أجل الوفاء فمدينة العرائش صندوق من الأسرار يجب أن يبحث فيه كل إنسان يدرك حقيقة هذه المدينة هذه بعض أبيات تحت عنوان هوى العرائش أحب وكل قلبي للعرائش لغير هوى العرائش لا أعايش فلا يعطى لي الإلهام فلا يعطي لي الإلهام إلا تذكرها ولو في البعد طائش فلا أنسى العرائش فلا أنسى العرائش في حياتي وهل ينسى امرؤ ما قد يعايش وهل أنسى العرائش وهي للقلب مجلبة
ولم أنس العرائش وهي للقلب مجلبة الأماني والمعايش. بها أخويا فيها يلقيان كما يلقى مياه الشرب عاطش. بها أخويا فيها يلقيان كما يلقى مياه الشرب عاطش. بها مهد الدراسة في حياتي ودا ما ليس ينسى في العرائش. وكم فوق العرائش من كرام مدى التاريخ قد عرف أشاوش. وكم فوق العرائش من كرام مدى التاريخ قد عرف أشاوش. كأن فضائل الدنيا وخير الذي في الكون تحضره العرائش. كأن فضائل الدنيا وخير الذي في الكون تحضره العرائش. فإن سلمت لنا أرض العرائش سلمنا وانمحى بطش وباطش. وقدما جاء من ينوي أذاها فضاع وسلم الله العرائش. وقدما جاء من ينوي أذاها فضاع وسلم الله العرائش. ومن في الناس يسعى للبرايا ويحيا بيننا رائش راش ورائش. وقد من جاء من ينوي أداها فضاع وسلم الله العرائش. ومن في الناس يسعى للبرايا ويحيا بيننا راش ورائش. فلا يلقى له في هذه الأرض عيشا بل يعيش الدهر فاحش. ولا يرتاح بين الناس إلا بشر دائم كالذئب ناهش. ألا فليرعى ربي وليدن في سلام دائم أرض العرائش.